الثاني من ابريل موعد تضيء فيه مباني دول العالم باللون الازرق تضامنا مع اضطراب طيف التوحد، والذي يصيب طفلا من بين كل 160 طفلا بالعالم باضطرابات تتمثل في انعدام القدره على التواصل واضطرابات سلوكيه ولغويه. وبالرغم من عدم اكتشاف علاج حتى الان، فإن البرامج التأهيلية التي تقدمها بعض المراكز المتخصصة تساعد في تطور الحالات. التفاصيل في التقرير التالي. دقائق طويلة ربما لن تشعر فيها بأي اضطراب لدى هذا الفتى البالغ من العمر 16 عاما. تبدو ملامحه كملامح كل الأصحاء ويمارس الرياضة بمهارة، غير أن معاناة داخلية ليس لها شكل ظاهري محدد ولن تعلم عنها شيئا هي ما يحدد مستقبله. هذا هو حال أمير الذي يعاني من اضطراب التوحد بعد مثوله لبرامج تأهيلية عديدة على مدار 5 سنوات. أمير جانا كان في تنمية مهارات، كنا بننمي معاه الانتباه والتركيز بتاعه والإدراك البصري من خلال تنمية المهارات وخلال التدريب. الحمد لله وصلنا لحاجة كويسة جدا ومستوى كويس جدا، وفي كمان نشاط رياضي بيعمله في المدرسة، في الورشة الإنتاجية بيعمل حاجات والإنتاج تنفع يعني المهني بعد كده التأهيل المهني بتاعه. دلوقتي بيقدر يلبس لوحده ويقلع لوحده ويعمل حاجة سخنة لوحدها، ممكن يعمل كوباية شاي أو نسكافيه أو يعمل بطاطس محمرة لوحده. أشهر قليلة كانت كل ما احتاجته عائلة أمير لاكتشاف تعرض والدها لاضطراب التوحد الذي يؤدي لاضطراب في مهارات التواصل الاجتماعي، ونفس الزمن في بعض الأوقات هو كل ما تحتاجه العائلات الأخرى. ليبقى خيار إدماج أطفالهم ضمن برامج لتنمية القدرات هو كل شيء. البرامج التي يخضع لها أمير هنا يخضع لها أقرانه من ذوي اضطراب التوحد أيضا، لكن صعوبات التواصل التي تعد أبرز سمات هذا الاضطراب جعلت ابتكار طرق حديثة لمعالجة العرض ضرورة حتمية. كلامي أول التطبيقات الإلكترونية العربية لمساعدة المصابين، فمن خلال مجموعة من الصور والكلمات يستطيع المصابون التعبير عن احتياجاتهم اليومية وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والتعليمية. ولادنا اللي عندهم اضطراب في التوحد دول عندهم مشاكل في التواصل، مش قادرين يقوموا بعملية تواصل جيد مع الآخرين، مش قادرين يقوموا يعبروا باحتياجاتهم واضطراباتهم مع الآخرين. فاحنا فكرة البرنامج دي أساسا ازاي تقدر تولد للطفل يتعامل مع الآخرين من خلال التبادل بالصور، ازاي يبقى في برنامج يقدروا يتدربوا عليه عشان خاطر يتواصلوا ويقدروا يحققوا اللي هم عايزينه. فمجرد لو عايز مثلا على سبيل المثال حمام، فمجرد الابلكيشن ده سهل جدا التواصل بيه، فمجرد ما بيدوس بيسهل له بيخفض حدة التوتر الموجودة عنده وبتخليه تعامله أسهل مع مع الآخرين وفي طلباته. وسيلة جديدة أضحى بها كلامي معاونا للمصابين وللجمعية التي تعد واحدة ضمن مراكز مصرية قليلة تعنى بعلاج أعراض اضطراب التوحد، لتمثل الأمل من خلال العمل على برامج متخصصة لتنمية قدرات ومهارات المصابين وسط تزايد أعداد مصابي المرض عاما تلو الآخر. أسس الجمعية مجموعة من أولياء الأمور، كانوا تحديدا 7 أولياء أمور، معظم ال7 أولياء أمور دول كان أولادهم مصابين باضطراب طفل توحد. بعد لما راحوا مراكز مختلفة قرروا مع بعض يعملوا فكرة إنشاء الجمعية عشان يعملوا خدمات أعلى وأكبر، كانت في احتياج كبير بالنسبة لهم. كل طالب من طلاب الجمعية وكل ابن من أبنائها ليه برنامج فردي خاص بيه. البرنامج ده بيشتغل على نقاط القوة والاحتياج عند أولادنا، كل برنامج بينمي مهارات مختلفة عند أولادنا، مهارات اللغة والتواصل، مهارات الحياتية زي الرعاية الذاتية واستخدام التليفون والنقود وهكذا، مهارات الكمبيوتر، المهارات الأكاديمية، مهارات رعاية الذات، مهارات الخاصة بالتربية الرياضية والتربية الفنية. طفل بين كل 160 طفلا حول العالم بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية يعاني من اضطراب التوحد، بينما يقدر المتخصصون الأعداد بأكثر من ذلك. وبجانب تكلفة العلاج المرتفعة ونقص أعداد المؤسسات المتخصصة، تزداد التحديات التي تواجهها الحكومة لاحتواء الاضطراب وتحجيمه. سارية ياسين، إكسترا نيوز.